رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد. يعني بعد هذا بعد هذه الأخبار التي نسمعها وبعد الأرقام التي رأيناها، برأيك هل هذا هو تكرار للسيناريوهات السابقة والتي حصلت في عهد ترامب 3 مرات وثمانين مرة منذ 1960؟ هل يمكن أن نصل إلى 18 أكتوبر وتتغير الصورة؟ يعني وارد جدا، من الوارد جدا ومتوقع جدا ان يتم الحدوث في الامر مره اخرى بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. العمليه هي عمليه فقدان ثقه، يعني مع تحولات الثقه تتحول الاسعار وتتغير الاتجاهات الاسعار اجمالا. هذا ما ننظر اليه نحن كمتداولين في الاسواق اجمالا. فقدان الثقه بالاقتصاد الامريكي، تعرضه لهذه الهزات بشكل مستمر، وصوله الى سقف الدين بشكل سريع، عدم مقدرته على أنه يتعامل مع قضية الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون هناك يعني اتساع أكبر. هذه المشكلة الدستورية التي تمر دائما بنقاش وجدال ما بين الجمهوريين والديمقراطيين تؤثر بشكل كبير على نظرة المستثمرين للاقتصاد الأمريكي المتوسطة إلى طويلة المدى، أكثر من أنه يكون الأثر فقط مؤقت للأزمة الحالية. الأزمة الحالية يعني أكثر ترجمة لها أنه فقدان الثقة على المدى القصير، ارتفاع عوائد السندات القصيرة الأجل بالمقارنة مع متوسطة وطويلة الأجل. هذا ما نراه يعني تقنيا إن صح التعبير، ولكن على المدى يعني من الناحية النظرية والمدى الأبعد فإنه هو عبارة عن يعني تدمير مستمر لثقة في اقتصاد الرقم واحد في العالم على عدم مقدرته للتحكم بقضية الدين إلى الدين العام وتضخم هذا الدين بشكل كبير جدا، وعدم مقدرته أيضا على السداد أو الامتناع عن السداد. نحن نعرف أنه أي شخص يمتنع عن السداد يفقد جدارته الائتمانية، لا يستطيع الحصول على تمويل بشكل سهل وسريع، بالتالي هذا ما يحدث بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. طب ولكن تقول رائد بأنه تدمير نوعا ما للثقة، على الرغم من ذلك تجاهل الأسواق كمان تقول بأنه على مدى متوسط. رأينا من مورغان ستانلي توقعات بأن نرى حركة تصحيحية في الأسواق بنسبة تقريبا قد تصل إلى 20%. هل توافق مع مورغان ستانلي؟ هل تعتقد بأننا على أبواب حركة تصحيحية؟ وما مدى ارتباط ذلك بما نترقبه من الاقتصاد الأول في العالم؟ يعني عملية التصحيح لا أعتقد أن تكون بهذا العمق لسبب بسيط جدا، لأن المستثمرين حاليا هم الذين يتحكمون بتحركات الأسعار أكثر من أن يكون أداء الشركات نفسها هو الذي يتحكم بالأسعار أو أداء الاقتصاد الأمريكي هو الذي يتحكم بالأسعار. لا يوجد مجال آخر للاستثمار بالنسبة للمستثمرين، لا يوجد خيارات أخرى سوى الاتجاه صعودا، سوى الدخول بمزيد من الشراء في الفترة الحالية، خصوصا أنه نحن يعني لم يتم تقرير بعد تقليص برنامج شراء السندات، لم يتم رفع أسعار الفائدة حتى الآن، بالتالي بالنسبة للمستثمر هو ينظر إلى أنه شوف يا عندي عائد ممكن يجيني على الاستثمارات دون مخاطرة مرتفعة، وفي نفس الوقت إذا أخذت هذه المخاطرة ما هو العائد الذي يتحقق؟ حتى الآن الأسهم الأمريكية هي التي تربح المعادلة بالنسبة لمعظم المستثمرين، وهي التي تعزز إمكانية الدخول بالشراء بشكل أكبر، لأنه في عندي قطاعات تحمل قطاعات أخرى، يعني دائما في عندي فرص موجودة في الأسواق الأمريكية على وجه التحديد لمزيد من الارتفاعات، وإذا ضعفت بعض القطاعات تظهر قطاعات أخرى. يعني نحن كنا نشهد بالفترة الماضية القطاعات الدفاعية أو قطاعات النمو، والآن قطاع التكنولوجيا يواجه بعض التصحيح، عملية تصحيح يعود النمو إلى الصعود مرة أخرى. إذا العملية باختصار أنه في عندي فرصة استثمارية موجودة في الأسواق الأمريكية حتى الآن، لا نرى أنه إمكانية تحقيق الكراش أو البيك كراش بأي وقت قريب، على الرغم من أنه مرينا بأزمات كثيرة في الاقتصاد الأمريكي كانت كفيلة بأنه يحدث عندي تصحيح أكثر عمقاً، لكن ذلك لم يحدث، وذلك لأن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمستثمرين لا تزال يعني غير موجودة إن صح التعبير بالاستثمارات الآمنة. شكراً لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي.